تكتمل الصورة. 11:20 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحية متجددة لكل أصدقائنا المستمعين والمستمعات. بطبيعة الحال في مثل هذا التوقيت باش نحكيو تونسي، باش نشوفوا شنو المواضيع المطروحة على مختلف المنصات في فقرة حديث الساعة مع نعيمة. صباح النور نعيمة، مرحبا. صباح الورد، صباح الياسمين، صباح التفاؤل ليك شهاب، صباح النجاح. صباح النجاح أكيد جدا، والمستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كانوا، بداية أسبوع محليها، أخبار مزيانة برشا إن شاء الله. مبروك لكل أولاد حومتي بين ظفرين. من العائلة ما عنديش الحقيقة شكون باك سنة، لكن في الحومة حومتنا هكا الكبيرة عنا برشا خذاوا الباك، إن شاء الله مبروك عليهم، وإن شاء الله بداية جديدة في حياتهم تكون موافقة. وأكيد مبروك لكل الناجحين في الجمهورية التونسية، فرحنا لهم برشا. وكان ترى الفيديوهات هكا نتفرج فيهم في الفيسبوك، الإحساس هو بيدو كل عام شهاب، غريبة الحكاية، أما كل ترى كل فرحة تحسها فرحة متاعك أنت، معناها مش طبيعي. أي إن شاء الله مبروك عليهم، فرحين معهم، أوفر للي أي وحظ أوفر أكيد جدا، معناها راو كما قلت أنت يا شهاب منذ البداية، راو عثرة هذه وبقدرة ربي نتجاوزوها ونمروا الحاجات أخرى ما خير. كيف ما قلنا اليوم في حديثنا باش نحكيو على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، باش نحكيو زادا، حكينا على السيزيام، حكينا على البكالوريا، باش نحكيو زادا على النوفيام اللي اليوم أكثر من 33,000 تلميذ يجتازوا منظرة النوفيام بداية من اليوم. باش نمشي والنهار الخميس اللي تعدى، كانت تذكروا كي كان معانا سي ياسر القراري، اشرنا رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، تحدثنا على انه نهارتها فما جلسة عامة تعلقت بالبنايات المتداعية للسقوط، وتم المصادقة على مشروع القانون هذا المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، باش نحكيوا عليه. باش نحكيوا زادا لموضوع يهم التوينس الكل، باش نحكيوا على السخانة الغير طبيعية اللي مرة تطلع مرة تهبط، المعادلات نتاعها ماهيش مستقرة، لقيت كلمة بالفرنسي ماهيش مستقرة، مرة الفوق ومرة اللوطة، وماناش فاهمين الطقس بالكدي. باش نحكيوا عليها التغيرات هذية وتأثيراتها، وباش نحكيوا على خبر الحقيقة يهم زادة كيف التوانسة، هو الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8%. نحكيوا على الفائدة المديرية، نسيت كلمة المديرية، اللي يعني فما شكون قال خير كي ما زادتش، لكن هي في نهاية الأمر نسبة مرتفعة تسمى. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن، حديث الساعة. البارح تم الإعلان على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الأسماس، ومن 8 متاع الصباح بدينا نسمعوا فد زغريت في برشا. من 9 على 8 من 8 وشوية بداوا وراو، يعني يظهر لي أنت والمناطق، أما احنا في المنطقة اللي نسكن فيها أنا الزغريت بدا على بكري، إن شاء الله مبروك عليهم. الحكاية اللي الحقيقة وهي ولد كالطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي شهاب ونجم، هو الأعداد معناها المتميزين والمتفوقين اللي معادلتهم فقط 20. أنا واحدة من الناس كمعنيها شعبة أداب، الحقيقة تظهر لي غريبة، معنيها 20.15 و20.03 هي يعني بعد ما باركوا معنيها معنيها التلامذة هذا، معنيها قعدوا يتسألوا أخي كيفاش واحد يجيب فوق 20، يظهر لي جاوبتني أنت وقتها نجم فسرت لي العملية كيفاش، خاطر احنا يظهر لي شهاب احنا جماعة الأداب معنيها الأعداد 20 هذية صعيب علينا شوية، حلم بعيد المنال، ولكن أعتقد أنه المواد الاختيارية هي اللي تعمل الفارق. خاصة كيبدأ عندهم زوز مواد. مش نذكر السادة المستمعين والمستمعات وأنه في فقرة الملف نعود ونرجع ونحكيه في نفس الموضوع، مش يكون حاضر معانا الخبير والباحث في شأن التربوي ومستشار عام في التوجيه المدرسي والجامعي سي خالد الشابي، مش نحكيه على كيفية استثمار أصحاب المتحصلين على معدلات جيدة وجيدة جدا، وباش نسمعوا نحاولوا من هذا المنبر وأنه نكرموهم بطبيعة الحال، مجهود يشكر وتحية ليهم وتحية لكل عائلاتهم اللي سهرت الليل باش توفر الظروف الملائمة أنه اليوم نخبة من أبنائنا يحصلوا نتائج مشرفة ومشرفة جدا، ولكن باش من نسوش أستاذتهم زيادة طبعا وكل الإطار التربوي. ولكن أنا اللي قلقني شنو نجم ونعيمة، وأنه
نحكيوا عليهم مناسبتيا اليوم، يعني في فترة الإعلان عن نتائج البكالوريا وبعدين ما عادش نسمعوا بيهم وين يمشيوا. اللي جابوا معدلات متميزة جدا أيضا قبلش عملنا فيهم سلمنا فيهم، وبش نعود ونرجع ونطرحوا مرة أخرى موضوع هجرة الأدمغة اللي يخوف برشا، ومحتاجين اليوم نبعث رسائل طمأنة لشبابنا اليوم المتحصل على نتائج مشرفة ومشرفة جدا. هذا في علاقة باللي نحكيه فيه هو في كي سمعناهم البارح في تصريحاتهم الإعلامية أغلبيتهم راهو أكدوا أنهم شو قعدوا في تونس، يعني قال لك أنا ولد المدرسة العمومية وش نقعد نقرأ في تونس، فما شكون اللي الاختصاص اللي يحب عليه باش يحب يكملوا بعد البكالوريا مش موجود في تونس، لكن في أغلب التصريحات معناه يحبوا يقعدوا في تونس ويحبوا يستثمروا الذكاء نتاعهم والتفوق نتاعهم في تونس. وفما شكون اللي قالتهم بعد تسمعوا في التصريح علاش معناها تحب تجيب اختصاص جديد لتونس، علاش قالت لك ما نقراوش الاختصاص هذا في تونس وتكون هي سبب انها تجلب التونس. هي هو راهو حلم يعني شهاب انك تقرا في الخارج ويستثمر في الخارج، لكن حتى تونس زد راهي نجم نقعدوا فيها ونقراو فيها، وخاصه انه اغلب لي كومونتير اللي لقيتهم التعليقات عفوا يقولوا انه المدرسه العموميه والتعليم العمومي مازال صامد رغم طبعًا كل شيء. طبعا وانا من بكري نحكي مع سي خالد الشابي في الكواليس حول المحاور اللي باش نحكيو فيهم، فاكد لي وانه اليوم لا زالت وما زالت المدرسه العموميه هي القاطره اللي نقتدي بها واللي تجر كل الفاعلين في المشهد. لا مجال للتشكيك اليوم في المؤسسات التربويه العموميه نجم اللي هي قاعده تقدم في شهادات على انه ما زالت رائده. هو صحيح خاصه في التعليم الثانوي اكثر منه في التعليم الابتدائي وفي الـ في الـ في التعليم الاخر معناها الاعدادي اللي قاعد فيه التعليم الخاص قاعد يضرب بقوه الكرتون معناها وقاعد يتجاوز في المدرسه العموميه في النتائج وغيرها، وحتى المتميزين يظهر لي ونسب النجاح ديما تكون في التعليم الخاص زاد تكون كبيره عكس التعليم الخاص اللي في الثانوي اللي يكون ضعيف في نتائجه وفي نسب النجاح، وهو معروف خاصه باعتباره للرواد نتاعو عاده من اللي ما نجحوش في التعليم العمومي وحبوا يوصلوا حتى للمستوى اللي أهلهم لدخول بعض المناظرات اللي تتطلب مستوى أقل من البكالوريا. اليوم إن نسب النجاح يظل يتغيرت شوية، ثم جهات من الجمهورية كانت في مراتب مدنية في خاصة كما القاسرين وكما غيرها تحسنت شوية وتطورت لغدوة وزارة التربية وبعد 3 أيام من أعلان النتائج باش تعمل ندوة صحفية باش تتحدث على كل النتائج والمعدلات. قبل كانت الحق تصنى النتائج في يوم الإعلان عليها بعد لقاء بين وزير التربية ورئيس الجمهورية يبعثوا أهم المؤشرات الأولية لنسب النجاح وأسامي الناس المتميزين ونسب النجاح حتى بين الجهات. لاحظنا ناس فاقس ماهيش في المراتب الأولى معناها في على المستوى المتميزين مش في المنصب. تحكي على الخارطة تبدلت على الخارطة كأنها تغيرت شوية ونسب النجاح سنة أعلى برشا ظاهرة اللي هي أعلى برشا خاصة في الرياضيات وفي في الاقتصاد والتصرف، وهذا مؤشر به. كنا نرجع للناجحين المتميزين ولا النوابغ نتاع تونس اللي في كل مره في اغلبهم يمشيوا للخارج، كي يمشيوا للخارج ممكن ساعات اختيار فيه وعلي. ايضا اليوم نوفيام اليوم اكثر من 33 الف تلميذ يتنافسوا باش يتحصلوا على فما 3750 مقعد في المعاهد النموذجيه بمختلف جهات البلاد، هذا حسب تصريح المكلف بالاتصال في وزاره التربيه منذر عافي. اليوم بدات الامتحانات تتواصل نهار 26 جوان والاعلان على النتائج باش يكون نهار 11 جويليا. ان شاء الله بالتوفيق لهم وان شاء الله ما نسمعوا كان الاخبار الطيبه عليهم. هو الحقيقه انا باش اشيد بتوفق كل الفاعلين في تنظيم مختلف المواعيد التربوية أنهم نجحوا في تنظيم مختلف المواعيد السابقة، فانتظار للمواعيد اللاحقة لأنه يدو في دخول العديد من المواعيد المتلاحقة نجم بدءا من البكالوريا البيضاء البكالوريا الرياضة الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا السيزيام واليوم النوفيام.
كلها تعديت الحق في أجواء طيبة ونجحوا، ما ثماش حتى اضطراب تقريبا فيها، رغم الإشاعات متاع التسريب اللي هو ماهوش تسريب في الأصل، اللي هو خروج الامتحانات بعد وقت وجيز من إجراء، ولكن أقل من العام اللي فات. أي أقل حتى نسبوا مع الناس في الأخر بالكل، ثم صحيح ثم ناس تشدت وثم وفاقات وثم شبكات معناها مجدودة، ثم شكون تم إيقافهم وثم شكون من التلامذة تم زاد إيقافه بصدد الغش، لكن يظهر لي الأرقام ماهيش كبيرة برشا. صحيح القضاء دخل ووصلت حتى ثم شكون إيقافات وإيداع بالسجن، لكن يظهر لي أحسن شوية. وغدوة كل التفاصيل باش تخرجهم وزارة التربية، ولكن نحكيه اليوم على النوفيام. النوفيام زاد معناها المقاعد هي 3000 وشوية، معناها تقريبا العشر متاع المترشحين 3750 تقريبا العشر، باش معناها اللي هي باش يتناظروا على المقاعد هذه. وهذا ديما اللي معناها مش اللي ما ينجحوش، تو ان شاء الله ربي ينجحهم، اللي ما ينجحوش مش معناها هما ما التحقوش بالتعليم النموذجي، ما ينجموش يفشلوا لا هما لا عائلاتهم، راهو حتى كي يواصلوا في التعليم العمومي ينجموا يتميزوا. شفنا حتى في البكالوريا شفنا ناس في معاهد عموميه غير نموذجيه جابوا معادلات فوق 19 ووصلت حتى ل 20. وتبقى دائما المؤسسات التربويه العموميه شامخه ومش قايله للسقوط. نعيم اكيد لا ماهيش قايله للسقوط، عندنا حاجات اخرى قايله للسقوط، عندنا برشا حاجات قايله للسقوط. نهار الجمعه اللي تعدات مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسه عامه على مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعيه للسقوط، واخيرا تم المصادقه على المشروع هذا، خاطر ديما نشوفوا على صفحات التواصل الاجتماعي صور البنايات قديمه قايله للسقوط، ونلقاو زادة مكونات المجتمع المدني اللي تدعي للتدخل باش نحافظوا على البنايات هذه، خاصة انه اغلبها قديمة برشا وتمثل جزء من التاريخ امتاعنا. احنا باش نعرفوا شنو الهدف من المشروع وشنو اللي صار هذايا وشنو اللي صار، مع سي شفيق الزعفوري رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان. صباح النور سي شفيق. خيرا، الله يخليك سي شفيق. شنو اللي صار معناها في الجلسه هذه وشنو الهدف منه المشروع هذا؟ هو رو اللي صار في الجلسه ما يتسماش مقارنه باللي صار في خدمه اللجنه. اللجنه نجحت في تحقيق التوافق بين كافه المتدخلين في المشروع هذا، واللي هو مشروع راه مهم جدا اكيد كما ذكرت السيده الوزير وكما ذكروا كافه النواب وحتى الراي العام البرا. معناها المواطن اليوم عنده الحق في الحياة آمنا كما في داره وكما في الشارع، معناها المشروع هذا له أهمية كبرى. كما تعرف في البنايات المتداعية، ما احنا في تونس حسب الإحصائيات 2014 نسبة 6% من البنايات تم إنشائها قبل عام 1956. البنايات هذه تتقسم على بعض المدن الكبرى كما تونس، بعض المدن كما تونس الكبرى والصاقف. في تونس مثال عندنا 1000 عقار متداعي للسقوط، من بينها 10% تتطلب التدخل السريع. 100 عقار. اي 100 عقار تتطلب التدخل السريع، انت تخيل 100 عقار مش عدد هين، معناها 100 عقار ينجموا يكونوا السبب في 200 300 كاب تسقيط. خاطر هما ساكنين فيهم معناها. ثم اللي ساكنوا ثم المهجور. النسبة الكبيرة ساكنين فيها. ساكنين فيها. المهجورة نسبة قليلة. عندنا زادة في المهدية، عندنا في نابل، معناها الموضوع هذا يجب يتعالج بسرعة. معناها الغاية منه بالضبط هي حفاظ على سلامة المرأة والمساكنين. إي. وبهدف آخر اللي هو زادة إعادة توظيف المساكن هذه ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من جهه اخرى معناها ما نجمش نقول نخضعوا لها متداعيه للسقوط الى متى؟ لازم الحد من نزيف هذا ووضع حلول جذريه. عبر اي اليه؟ عبر اعطينا احكي لنا شويه على الاليه. احنا توا اللي يسمع فينا سي شفيق بعد اذنك اللي يسمع فينا يقول لك تمت المصادقه على مشروع القانون الخاص بالبنايات المتداعيه للسقوط، يبقى دائما كلام عام. احنا شعار البرنامج حتى تكتمل الصوره حطنا في الصوره اهم النقاط المتعلقه بهذا القانون، فحوى هذا القانون شنو باش نعملوا بالضبط؟ القانون احنا باش نعملوا ثم لجنه خاصه باش تعمل اكسبرتيز نتاعها، تحديد مدى الخطر، عملية الإخلاء. معناها هو رغم الدخلة فيه وزارة الداخلية شؤون الاجتماعية
وأملاك الدولة، وزارة التجهيز والإسكان. معناها هو راه مجهود وطني، معناها شامل لكامل الوزارة. معناها مش مجهود وزارة معينة باش تكون، معناها المتدخل الفاعل هو البلديات، ولهنا فرصة باش نزيد القوي ولا بلدياتنا باش تولي قادرة على القيام بواجبها في على نطاق الدولة كامل. فما نقطة أنت ذكرتها ولكن أعتبرها أنا نقطة دالة باش تسهل علي طرح السؤال الموالي. قلت وأنه عدد من البنايات وقع تشييدها قبل 1956، بمعنى وأنه نحكيه أيضا على بنايات على ملك الأجانب، وأنت تعرف أنه هذه البنايات المتداعية للسقوط والآيلة للسقوط اللي تعود ملكيتها للأجانب، كيفاش يتعاطى معها هذا القانون؟ تدخل البلديات. كيفاش؟ البلديات معناها المصلحة الوطنية العامة، معناها لحماية المواطنين، تدخل فيها البلديات حتى وإن كانت على ملك الأجانب. حتى وإن كانت على ملك الأجانب، هو رأيت تم تسميتها، ما الأغلبية تم تسميتها البنيات اللي على ملك الأجانب. صديقنا نجم الدين محلل الحصة يتفاعل معك سي شفيق. صباح الخير سي شفيق، حبيت باش نسألك، ثم عديد مالكي المباني في تونس العاصمة خاصة اللي يمتلكوا مساكن قديمة وأخلاو منها سكان، ولا حتى مازال ما أخلاوش منها سكان، ما يحبوش يعملوا عمليات صيانة باعتبار أنه معين الكراء فيها رخيص برشا، وماذا بيهم يخرجوا وإلا تطيح البنايات، وشفنا في برشا بلايص تحت المباني هذه وفيها سكان، ولكن باش يعاودوا يبنيها وباش يكريوها بأسعار عالية برشا، وإلا يبيعوا الأراضي ويستفيدوا أكثر من عائدات الكراء الموجودة حاليا. في صورة ما رفض المالك الإصلاح أو والصيانة وإلا هذا، هل يمكن للجهات الحكومية تقوم هي بالصيانة وتفرض عليه بعد دفع المعاليم؟ أنت نشيت النقطة مهمة في القانون هذا، في معناها اللي أنا راها ما هيش أقل أهمية للقانون للهدم وإعادة البناء والإخلاء. أنت نشيت النقطة مهمة، يمكن تكون حتى أهم من الأجزاء هذه في القانون اللي هي الصيانة. الصيانة معناها اللي ما هو في القانون هذا اللي ما هوش باش يقوم صيانة المنشأة نتاعه باش يتعرض لعقوبات، عقوبات حسب المخاطر اللي باش تسببها البنية في حد ذاته. ولوين توصل العقوبات؟ توصل حتى 100,000 دينار. انا كرأي شخصي كنت نتمنى انها تكون حتى معناها نسبة من تكلفة البناية، معناها لازم القوانين تكون رضعية، معناها باش يتحمل مسؤولية. ثم بنايات معناها 100,000 دينار ما تمثل شيء في ثمن العقار في حد ذاته. يعني وبالنسبة الأشخاص اللي قاعدين ساكنين في المساكن هذوك، نتصور هي وزارة الشؤون الاجتماعية هي اللي باش تتدخل، يعني باش تعوض لهم البلاصة اللي هما ساكنين فيها، خاطر هوني كي نتحدثوا بالأخص هوني في المدينة العتيقة ديما نشوفوا فما برشا ديار معناها ما فيهاش بيبان، ما فيهاش شبابك، لكن رغم هذايا ساكنين فيها. أنت كي تجي باش تقول له راهو هذايا بناء متداعي للسقوط، يلزمك تخرج، يلزمك توفر له. وفما إشكال آخر بعد إذنك سي شفيق، إضافة للنقطة اللي ذكرتها نعيمة، بعض البنايات القديمة المتداعية للسقوط وقع الاستيلاء عليها بغير وجه حق، يعني فما ناس فكت البنايات وتسكن فيها، كيفاش باش يقع التعاطي معهم وفقا لهذا القانون؟ يتم إخلاءها فوريا، يعني يتم الاخلاء اذا كان هي من كما نمثل تونس الكبرى، من بين 100 مثلا 100 منشاه معناها بنايه تتطلب التدخل السريع، اخلاءها معناها باش نقول لك اهم شيء في الموضوع هذا هي حياه المواطن، معناها وحقه في الحياه. انا مش نعرضه للخطر مقابل انه ما لقاش الناس. وبالنسبة للتعويضات حسب تم في السكن يعطون تعويض لمدة مدة سنة حسب
نسبة الكراء الموجودة في المنطقة اللي تنتمي لها معناها البلدية اللي تنتمي لها البناية. وإذا كان حيرتي أو معناها في ضمان التجارة الأربع سنوات تعويض أربع سنوات كراء حسب المعمول به في البلدية هذيك، إضافة إلى عنده الحق معناها الأولوية يا اما في الاكتراء او الشراء في المنشاه الجديده. بعض البنايات القديمه كما تعرف سي شفيق هي معالم اثريه اليوم للاسف، معالم اثريه وذاكره وطنيه، كيفاش باش يقع تعاطي معهم وهل تعود راسا الى وزاره الشؤون الثقافيه؟ بالنسبه للشؤون الثقافيه المعالم اللي تابعه تسكي كلاسي، نقول احنا تسكي كلاسي باتريمون انترنت باتريمون تراث وطني، القانون هذا ما يمسوش ما يمسش المنشآت اللي المنشآت المتكلاسيه في الباتريمون تابعه وزاره الثقافه، وزاره الثقافه ماذا بينا زاد وزاره الثقافه تحرك شويه في 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 حمايه الموروث الثقافي هذا اللي عندنا باش ما يصبحش باش ما يدخلش في المنظومه هذه. كيف كيف احكام القانون هذايا ما تنسحبش كيف كيف على البنايات العسكريه والامنيه بالضبط. واضح. مشكور جدا سي شفيق الزعفوري، يعطيك الصحه، بارك الله فيك على كل ما افدتنا به، رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي والتنميه المستدامه والنقل والبنيه التحتيه والتهيئه العمرانيه بمجلس نواب الشعب. نواصل نعيمه في بقيه مواضيعنا. مش نحكيو على سخانة، احنا مازلنا في بداية الصيف شهاب، وقاعدة تشوف وتشوفوا الناس الكل كيفاش درجة الحرارة نتاع الطقس مرة ترتفع مرة تنخفض، وما نقفوش في المعدلات العادية، معناها نزيدوا درجات فوق المعدل العادي نهبطوا درجة، كيما اليوم نهار البارح نهار سخون اليوم نهار مروح كيف ما نقولوا نحنا بالدرجة، لكن هذا الطقس هذايا أثر تخوفات برشا عباد مش فاهمين الطقس شبيه هكايا، واحنا عام على عام شهاب الطقس ما عادش فهموه كيف ما نقولوا. لا وفما فما فما شكون يقول انه درجات الحراره اليوم الصيف هذا باش تكون الأرفع. مرتفع هو الأرفع. كل صيف راهو نقولوه درجات الحراره باش تكون مرتفعه وبالحق راهو حتى كي تبدا ماشي في الشارع ما عادش نحملوها درجات الحراره، خاطر نذكر قبل باللي تسخن الدنيا ما كناش بالدرجه هذه، راهو ساعات حتى نفس ما عادش نجم تجبدوا، حتى كي تتنفس تحس هواء شايح لين معناها ما عادش تلقاه نفس على خاطر جفاف، لانه البلاد ما مرت عليها سنوات ما صابتش المطر فاصبحت حتى درجات الحراره جافه نوعا ما. هذا وراه صار حديث اخر زاد شهاب ونجم كيف كيف على صفحات التواصل الاجتماعي بيسك احنا نقولوا فاش يحكيوا التوانسه، عندهم تخوفات معناها انه مياه السدود لدرجه الحراره المرتفعه هذه باش تتبخر المياه وباش تنقص معناها النسبه اللي عندنا. المره اللي فاتت في تقريبا يوم واحد قريب مليون متر كوب نتاع من السدود ضاعت. احنا معانا عبر الهاتف الدكتورة روضة القفراج، خبيرة ومستشارة في الموارد والسياسات المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، بالهاتف. مرحبا بك دكتورة. مرحبا بكم وبالمستمعين الإذاعة الوطنية. شكرا جزيلا. اليوم كما كنت تسمع فينا فما تخوفات من ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، هذا يدخل في إطار التغيرات المناخية اللي تعيشها بلادنا مش بمعزل عن محيطنا الإقليمي والدولي والعالمي، تخوفات كبيرة من هذه التغيرات وتأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات. مرحبا بكم. كما كنت سيادتك تحكي زميلتك، المشكل هو متاع التغيرات المناخية بالأساس هو انبعاثات الغازات الدفيئة اللي ينجر عليها أول حاجة هي ازدياد درجة الحرارة، وهذاك علاش اتفاقية باريس اتعملت باش كل البلدان ينقصوا من انبعاثات الغاز باش درجة الحرارة تقعد من 2100 أقل من درجتين وإلا درجة فاصل خمسة. للأسف في شهر ماي في العالم سجلت معناها المنظمات اللي ترصد في تطور المناخ سجلوا ارتفاع درجة الحرارة ب 1.52 درجة في العالم، هذا المعدل العالمي، ساشون كو في ماي درجة الحرارة في عدة مناطق فاتت الدرجتين وفاتت ثلاثة درجات. يعني المعدل العالمي هو معدل عالمي ساشون كو
درجة الحرارة تنجم تزيد بأكثر من المعدلات العالمية هذه. المؤشرات زادة فيما يخص المنظمات العالمية اللي ترصد في تطور المناخ وتطور درجة الحرارة، يقولون أن للأسف الغازات الدفيئة ما نقصتش خلال السنة الفارطة واللي قبلها، الشيء قاعد يزيد ودرجة الحرارة معناها اللي مش يجي في الصيف مش تكون أعلى من المعدلات المعتادة. وديما نقول معدلات المعتادة، المعدل المعتاد على شال انترناسيونال معناها شال مونديال ديما هو مؤشر، لكن في البلدان ينجم درجة الحرارة تزيد حتى بالدرجتين وثلاثة. احنا خلينا نوضح الصورة دكتورة للناس اللي تسمع فينا، وين تنجم توصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم هذه الصيفة في تونس مثلا؟ لا ما عندناش توقعات هكاك، وحتى واحد ما انه بو بريتوندر اللي عنده توقعات مالش معناها. حبيت نفهم منك دكتورة انه فوق المعدلات اللي مستنسين بها باش تفوت درجة الحرارة، يعني المعدلات اللي احنا متعودين بها قداش وين النجم نوصل؟ هذا هو سؤالي. شوف عمناول مثلا في جويلية درجة الحرارة زادت 4 درجات على المعدل. المعدل اللي هو قداش؟ المعدل اللي هو قداش؟ صديقان انت والنهار معناها المعدلات في جويلية تنجم 35 37 40 عمناول وصلت 52 درجة في مناطق، معناها انت عندك المعدل ناسيونال وفما معدلات في كل جوفرنورا، الجوفرنورا متاع القروان مش كيما الجوفرنورا متاع بنزر. ما عندناش معدل وطني؟ عندنا معدل وطني أمام معناها إلي فريمون أبروكسيماتيف على خاطر تقريبي المعدل في القروان مش كيما المعدل في سيدي بوزيد، مش كيما المعدل في تطاوين، ماهوش كيف فما تفاوت. صح فما تفاوت، فما بين جابس وتونس معناها درجة الحرارة كتزيد درجة حرارة في تونس العاصمة كأنك معناها درجة الحرارة ولات معناها كأنه المناخ نتاع تونس ولا كيما مناخ جابس باش يوريك معناها فما راهي درجة معناها تظهر لنا حاجة 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 قليلة لكن هي عظيمة من ناحية معناها تطور المناخ. اللي نحب انه ناكد عليه اللي معناها النماذج يعني لي موديل عطاو اون توندونس يعني توجه توندونس اللي درجه الحراره مش تزيد لكن في تفاوت من بلاد لبلاد ومن منطقه لمنطقه ومن قاره لقاره. نحكيو على بلادنا دكتور. لكن سون دي بريفيزيون اراهم ما فما حتى موديل في العالم يعطيك من توا يعطيك في جويلش مش يصير يكذب عليك اللي يقول لك ولا في اوتش مش يصير لكن لا توندونس الي فير لاوس فير لاوس معناتها درجات نستناو نترقبوا درجات حراره كبيره. هذا ما يعنيش اللي ما يصيروش دي سكون ابل دي زوراج معناها امطار قليله تجي في وقت ضيق وتجي تعمل لك حتى فيضانات لكن الامطار هذه مش ما تكونش عندها حتى جدوى على الفلاحه ولا على الايرادات نتاعنا على خاطر اكثرها مش تتبخر لأن درجة الحرارة كبيرة وكبيرة جدا. هذا هو لأن صديقنا نجم الدين كان طرح نقطة منذ قليل، تخوفات من أنه في ظل الارتفاع المتزايد أو المحتمل لدرجة الحرارة نخافوا على المخزون اللي هو في حدود 31 مخزون الماء في السدود يزيد يتبخر. شوف راهو كل سطح ماء منطقة الو والا بحيرات السدود الكبرى ولا السدود الجبليه ولا البحيرات الجبليه اي سطح ماء مش يقع منه تبخر. التبخر ينقص ما بين 10 و15% من المخزون نتاع الماء. عم ناول في جويله تقريبا 800,000 متر مكعب في يوم خرج بين 800 وانت والسرفاس نتاع انت والسرفاس نتاع الماء. الفاس نتاع الماء كي تبدا صغيره بيان سور التبخر يكون اقل رغم درجه الحراره، وبلوس سيرفاس كبيره بلوس التبخر يكون اكبر. وانت ودرجه الحراره، درجه الحراره في بيجه ولا جندوبه مش كيما درجه الحراره في تطاوين. فهمتني؟ فما ليميديتي دولار زاده غادي كي خاطر عندك الماء. دونك ليميديتي نتاع معناها الرطوبه نتاع الهواء مش هي نفسها رطوبه الهواء اللي في تطاوين، دونك عده عوامل تدخل. لكن طبعا
هذاك علاش انا قلت ونعاود نقول كميه المال اللي عندنا توا في السدود ضعيفه جدا باش تسد الحاجيات نتاعنا حتى نتاع الصونات خطر راهو منا لاخر سبتمبر والاكتوبر ما عندناش امطار حتى الامطار اللي مش تجي مش تجي الدنيا سخونه مش عاود تتبخر الارض سايحه معناها مش تشربها الارض ومن غير ما تحلك حتى مشكله معناتها فهمت خير من بلاش وكا هو لهنا هذا يسوقنا هذا يسوقنا لنقطه اخرى وانه هذا باش ياثر بطبيعه الحال على الفلاحه وباش ياثر على وانت تحكي على الميده المائيه وباش ياثر ايضا على الثروه الحيوانيه طبعا شوف الامطار هذه قله الامطار عندها معناها تأثير كبير وكبير جدا على حاجتي أولا احنا نعرف اللي الفلاحة متاعنا هي فلاحة مطرية بالأساس أرانا الفلاحة المروية متاعنا الأراضي المروية ولا المناطق السقوية لا تمثل إلا 8% من الأراضي الفلاحية يعني احنا نعطيه في 2.8 مليار متر مكعب للفلاحة المروية اللي هي لا تمثل إلا 8% 450 ألف هكتار ألور 92% من الأراضي الفلاحية متاعنا اللي هي 5 مليون هكتار هذيك بكلها تسقيها السماء ديركتومون يعني الزيتون ولا 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 والحبوب ولا والأشجار الأخرين اللوز والمراعي متاعك الكل يسقيها المولى عز وجل معناتها الأرض متاعنا وقت اللي تصب الأمطار بطريقة باهية معناها بالمعدات اللي نعرفوها الأرض تنجم تشد حتى 12 مليار متر مكعب وقت اللي عندك انت 50% جفاف بركة معناها 6 مليار متر مكعب ما عندكش منين مش تجيبها دونك الفلاحة البعلية متاعنا ولا المطرية هي المهددة لأن هي تمثل أكبر معناها خزان للماء هي الأرض معناها وقت اللي تصب المطر دونك هذه الحاجة دول وقت اللي ما تصبلكش المطر دونك ما عندكش مراعي صحيح دونك الأغذية متاع الحيوانات الكل مش تستوردها لوركو احنا ديجا نستوردوا فيها للحيوانات الكل نستوردوا فيها يعني بالتنفيذ مش تستوردها وقت اللي ما عندكش أمطار ما عندكش حبوب ولا المردود متاع الحبوب متاعك مش يكون ضعيف تستورد كمية حبوب كبيرة دونك انت فوزات ديبوندون دي ليترانجي فهمت وقت اللي انت مش تستورد الأغذية للحيوانات معناها اللحوم مش سومها مش يزيد العظم سمو مش يزيد الدجاج سمو مش يزيد الرنب سمها مش يزيد الحليب سمو مش يزيد وانت ماشي فهمت ايش كل مش يخلطوا هذه الكل دونك هذاك علاش معناها عدم التبذير وعدم معناها المحافظة على الموارد المائية وخاصة على الغذاء هي هذه المعضلة الكبيرة راهو التونسي نحكي على التونسي بالمعدل راهو يطيش في النعمة راهو يطيش في الخبز راهو يطيش في الغذاء راهو الشذور تاعو الفوي ما يصلحهاش يرى الماء يجري ما يقول لك حتى شيء معناها مش نقدر نصلح فيها هذا غير معقول معناها الدوله يلزمها دابور تعاون السونات باش تجدد القنوات نتاعها باش نحن نستحفظ على الماء اللي تو السونات تنتج فيه حتى من محطه التحليه نتاع 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 جربه ومش تتحل محطة التحلية متاع زرات ومتاع الفاقس غير معقول باش الماء هذي اللي تكلف علينا بين 3000 و 4000 نحطوه في قنوات مهترئة يعني هذا غير معقول دكتورة بالله أنا نستغل وجودك معنا باش نسألك لأنه دار في المدة الأخيرة حديث عن آلية جديدة مستحدثة توانسة مش فاهمين الحقيقة تتعلق بالاستمطار كان سمعت بها دكتورة وفما توجه لتأسيس شراكات مع عدد من الدول اللي اعتمدت التقنية هذه تقنية الاستمطار وأنه نجعل المطر تصب باعتماد تقنيات معينة ولكن فما شكون يقول وأنه التقنية هذه فيه محاذير وتنجم تعمل أمطار طوفانية تنجم التعلق على النقطة هذه؟ شوف بالنسبة للمعلومات نتاعي اللي نعرفها التقنية أنا مش نعطيك اللي نعرفه أنا كخبيرة من منظاري كخبير الاستمطار هو شنو؟ الاستمطار هو إحداث نزول الأمطار وقتيش نجم تحدثها هذه يلزم صحب. حاجة تكون موجودة هي السحب السحب اللي تتكون ونعرفه اللي احنا السحب هي غير قارة معناها انت كترسحب ده يتحرك هكا ولا لا صحيح السحاب هذايا وقت اللي يتوجد
فما تقنية تخليك الطيارجي يطلع بالطائرة يعطيه الملح يبعث فوست الفوست اللي يلزم يبعث دي فوزي صغيرات فيهم دي بارتيكول ديود ولا ديود أرجان ولا متاع ملح يبعثهم في السحاب هذيك باش كترة الماء اللي في السحاب يلقاو دي بارتيكول هذوك باش يلقوا فيهم باش تنزل الأمطار. بس الأوبيراسيون هذه صعبة جدا مكلفة جدا والأمطار أنت كي تعمل الاستمطار بما أنه السحاب يتحرك نجم تجي ريح وتهزه معناها أنت تعمل الاستمطار من نقول أنا فوق سيدي مدير في زغوان وهيتسبب نجم تهبط لك في نابل خاطر السحاب هذاك مش يتحرك وإلا في دولة أخرى مجاورة نجم حتى يهبط لك في الحدود ولا ما تعرفش معناها فهمت دونك يلزم قاعدة علمية تقنية كبيرة جدا في البلاد باش تتبع المؤشرات متاع المناخ ومتاع الجو متاعك بشكل كبير وكبير جدا باش تنزل إذا كان هبطت لك المطر باش تهبط لك ما بين 5 بين 10 و 15% من المطر اللي تنجم تنزل. إي بابا كي يبدا أنت الأتموسفير متاعك سخون المطر تنجم تخلطك الأرض وتعاود تتبخر. وتنجم تخلطك الأرض وتتبخر على خاطر ما عندها حتى جذب. واضح. يعني فما عدة اعتبارات هذيك علاش نقول انا راهي التكنولوجيا حاجة من وراء العقل رانا العلم ماشي ويتطور وانا واثقة لي بالعلم النجم نحلو برشا مشاكل لكن الميترو كوب هذي اللي مش هبط لك من السماء بالطريقة هذه مكلف جدا هل يعقل انت عندك ضياع في المنشآت المائية وعندك ضياع في طريقة الاستغلال متاع الموارد المائية وعندك ضياع في الغذاء أما أبجل الرشد الاستهلاك هذا ولا نمشي نحذف أمطار أنا ما نتوقعش الأمطار تهبط من السماء نجم تكون طوفانية راه اللي صار في الإمارات وقعوها وعارفين اللي جاي أنوراج كبير هما خاطر الاستمطار يعملوه لسحب معينة ما تنجمش تهبط أمطار طوفانية هذيك سي امبوسيبل حسب العلم اللي نعرفه أنا واضح. لكن أنا نقول قبل ما تمشي تجيب لي موارد جديدة كسوا من التحلية كسوا من المياه المعالجة كسوا من الاستمطار كسوا من تاخذ الهواء وتجبد منه السكونابيل اللي زو أتموسفيريك هذيك كيما اللي موجودة طوى معناها من الهواء تنجم تجبد الهواء وتنحي منه الهوميديتي وتحدث وتنتج الماء قبل ما نستعمل الموارد هذية الغالية جدا والمكلفة جدا يلزمنا الرشد والاستهلاك متاع الماء نحيو الضياع متاع الماء متاعنا في المنازل في النزل في الشركات في قنوات معناها متاع الصونات في قنوات متاع المجامع نقصوا من تبذير الماء في معناها في المناطق السقوية وما خاصة ما نطيشوش الغذاء راهي هذايا الكل تصور انت كان نستحفظوا على 20% بركة من ماء اللي ضايع في المناطق السقوية ما نقولش 50% ضياع فمناطق السقوية فيها 50% ضياع إذا كان نستحفظ على 20% من 2.8 مليار هذوما 560 مليون متر مكعب يشد الصناد عام ونص واضح وهذا خير ما نختم به لقائنا هذا بارك الله فيك يا دكتور معناها نسيبوا العلم راه العلم باهي وراهي باهي ناخذ زون بيلوت كارتاج جران اللي هي سوسيتي بريفي اللي تعمل في الويل دو كولزا اللي اون تران دو متر اون بلاس ان سيت بيلوت بالاستمطار باهي نعملوا سيت بيلوت ونتبعوا ونشوفوا وين يلزمنا نعملوه وشنو هي الفلاحه اللي هي يلزمنا نعملوا لها الاستمطار اسكو القمح اسكو الزيتون شنية الجدوى متاعه وباهي نعملوه لكن قبل هذا الكل لازم نجدوا المنشآت متاعنا لازم نحيو التبذير واضح شكرا يا دكتورة روضة القفراج خبيرة ومستشارة في الموارد والسياسات المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية بارك الله فيك على كل ما أفتنا به بعد قليل قمر الغربي في تأمين موجز الأنباء